تجيب العيد دائما. ليش سويت؟ تدري ليه؟ قول ليه. قول ليه. ليه؟ ليه؟ خلينا نشوف التغرير. قول. يلا تعليقك. تعليقك. إيه شوف تعليقك. خليني أقول لكم بس مثل بسيط. الحين إحنا تحت الهواء، لو تصورنا وطلع هذا في السناب أو في السوشيال ميديا وش بيقولوا؟ مجانين اللي كنا قاعدين نسويه وكذا. هذا على فكرة الرقص اللي كان مع المذيع، هذا رقص أصلا لو برقص مو كذا، ترى رقصي زين أنا. كنا قاعدين نتمسخر. أوكي، فاللي يطلعوه إنه في ناس يعني يتمنوا لك الغلط أو يتصيدوا عليك. بصرهم ذول أنا أعتبرهم مو جمهور، ذول أعداء نفسهم. أوكي، وبالنسبة للوش بعد الثاني المشترك يعني أنتوا متخيلين إنه إحنا عايشين معاهم موسم كامل، كل يوم نشوفهم، كل يوم نشوف نفسياتهم، اللي يصيح واللي ما أدري وشو. أولاد يعني في عمر بنتي هالولد. أوكي يعني أنا أوكي صغيرة بس إنه في عمر بنتي. لا صدق عرفت، في عمر بنتي هالولد. صحيح. من فرحتي إنه هو نجح وفاز على زملائه، لأنه فعلا هو كان يستاهل هالشاب. سلمت عليه، ترى ما أكلته يعني، ما أدري أحس إنه مبالغ في الموضوع. أنا أشوفه عادي. صح، انا اشوف. شكرا عبد الله، والله جد اي لاف يو عبد الله حبيبتي. انت بديتك بس والله اشوف مبالغات فعلا. إيه مثل ما تقول، إيه هذول مترصدين فقط تحب غير. تسوي هذا يسمونها البروباغندا بيج تايم. صح، بيج تايم. قاعدين ايش يدوكرون يدوكرون يدوكرون.